بشرى فنانة تحتار وانت بتصنفها، هي مطربة ولا منتجة ولا ممثلة ولا مذيعة؟ هي خلطة من كل ده. حاسة بتوتر، بقول ربنا يستر. دايما حوارات سمر كده بتخلي الواحد كده يفكر ألف مرة. أنا بحس على طول إنها بتخبي حاجات كتير، أتمنى النهاردة إن أنا أقدر أطلع منها الحاجات اللي هي مخبيها. الحقيقة أنا خلاص أخدت حقن الشجاعة وقررت إن أنا ما يهمنيش. بشرى فنانة ذكية، مش سهلة أبدا إن أنت توقعها في الغلط. ساعات هي ما بتفوتش على حاجة، يعني تقف عند كل حاجة وتبقى عايزة دايما تعرف من الضيف. توقعي النهاردة إنها هتكون حلقة هادية، بس هنشوف، يمكن تخيب ظننا. يعني رأفة بيا، يعني أنا كويسة. مساء الخير بشرى. مساء الخير. مساء النور. على طول كده؟ على طول كده، ده احنا داخلين سخنين. انا احب الجد واحب الدغري على طول. طيب، عايزين بقى نتجول ونروح ونيجي كده في شويه اخبار ونشوف رايك فيهم. ماشي. جاهزه؟ ماشي، يلا تعالي نشوف اول خبر. زحمه يا مصر، تعرف على الزياده السنويه في اعداد السيارات بشوارع المحروسه. أتعرف ولا؟ العربيات بتزيد يوم عن يوم بشكل غير طبيعي. صحيح. لدرجة إن الناس أحياناً بيقولوا إن مصر تحولت لباركينج. أكيد سمعتي التعبير ده. سمعت وسمعت حاجات كتيرة خاصة بالشركات اللي حاولوا يجيبوها علشان تنظم المرور في مصر، منهم شركة يابانية، وشركة في الآخر قالت شبه مستحيل. طبعاً يعني أنا شايفة إن دي من أحد كوارثنا في مصر، هي الكثافة السكانية الغير محسوبة والزحمة المرورية. لأنه برضو إحنا عندنا عيب رهيب فينا، إحنا استهلاكيين قوي. وممكن كل بيت يبقى عنده بدل العربية 2 و3، أقل حاجة 3 عربية، أقل حاجة عربيتين. ده لو الطبقة اللي هي الفوق المتوسطة. بنتكلم فعلا يعني عربيتين. دي كارثة كبيرة جدا. الشوارع في أمل تتحل؟ أتمنى أن يبقى في أمل تحل، بس مش هتتحل إلا بقوانين رادعة. دلوقتي طبعاً مع زيادة سعر البنزين خلى الناس تفكر ألف مرة قبل ما تشتري عربية في غير حاجة ليها. محتاجين إن إحنا برضو، يعني جات فترة كده عملوا حالة من التجديد للعربيات اللي كانت قديمة جداً وشكمناتها خربانة، والمفروض إن إحنا يعني نطور. فوقت التاكسي الابيض لما طلع وكده، ان الناس تروح تقدم عربياتها القديمه عشان تعدم علشان يستبدلوها بالتاكسي الابيض وكده. انا بتهيالي دي من اذكى الحاجات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، واتمنى ان احنا نشوف نفس الفكر ده نطبقه على موضوع العربيات المتزايده او العربيات اللي بتلوث البيئه او العربيات اللي ده مهم جدا جدا. كارثة. انا مبسوطه قوي ان انتي متابعه. بس انا لو سالت بقى بشرى اللي بتسوق العربيه، هاديه ولا بتشتمي وبتتعصبي وممكن تغلطي في اللي قدامك؟ في المجمل هاديه، لاني بحاول اقلل عدد سواقتي او مرات سواقتي العربيه، وبعتمد على راجل امير كده. عم حامد هو اللي يعني بيقوم بالمهمه دي. وبعيدا عن عم حامد، بعيدا عن عم حامد، بسوق في المربع بتاع السكن بتاعي، لكن ما بطلعش براه قدر المستطاع. ايه السبب؟ السبب تفادي ان انا اخسر اخلاقي، تفادي ان انا بخاف شويه اني ابقى سايقه لوحدي في اماكن نائيه مثلا، او الاقي نفسي فجاه اتزنقت في مكان. وحصلت معايا مره كنت سايقه لوحدي رايحه استوديو. ثبتتي تقريبا؟ لا اتثبت. دي حاجه تانية. كان معايا السواق الحقيقه، ده الحمد لله معاكي السواق بتثبتي. متثبت. هم ما لحقوش يثبتونا، هم رموا الطوبه. ده العاده بتاعتهم، بيرموا الطوبه من حته ضلمه كده وانت على الدائري، تكسر الازاز فانت تعطلي وتقفي. فالحقيقه ان السواق راجل امير، عم حامد، راجل عاقل وحكيم جدا. ف كمل سواقه ما وقفش. قلت له ما وقفتش ليه كده، مش هتعرف تشوف من الازاز؟ قال لي لا يا فندم، ده فاضل 5 ثواني، وهو اوريدي كان شايف في مرايه العربيه ان في ناس جايه جري على اتصرف كويس جدا. اتصرف كويس. طب الموقف الثاني؟ الموقف الثاني، انا كنت سايقه لوحدي ورايحه استوديو جلال، كنا بنصور مسلسل لحظات حرجه. وبعدي في شارع كده ضيق، في مدرسه في ميعاد خروج المدارس، وطبعا ورش وناس حي بقى مصري عادي تقليدي جدا. وحصل فجاه وانا سايقه العربيه طفل بعجله، يعني ما اعرفش طلع منين، يعني التساؤل يروح لاهله طبعا. طفل بعجله، انا فجاه لقيته قدام العربيه. فطبعا اللي حصل، انا فرملت الحمد لله ان انا يعني ما خبطتش، بس هو اتخض ووقع من على العجله. فطبعا نزلت بسرعه
اطمن عليه، وكنت وقتها بقى عايشه في مود الدكتوره في مسلسل لحظات حرجه، فابتديت اعمل البروسيجرز او اللي انت اتعلمتيها، الحاجات اللي انا بتعلمها في من الدكاتره الحقيقيين اللي معانا في المسلسل، واقول له كذا يا ابني، طب افتح عينك، طب مش عارف ايه. فلقيت الناس اتلمت، وبعدين خروج على ميعاد خروج المدارس، لقيت المدرسه كلها على كبوت العربيه، لقيت الناس كلها بتخبط على الازاز وبتاع، فالموقف بالنسبه لي كان مرعب جدا. فقررت ان انا مش هسوق مسافات طويله لوحدي، ومش هسوق في اماكن غير وانا عارفه اني رايحه من نقطه الف لنقطه ب، هركن العربيه في مكان واضح وصريح، يعني جوه كومباوند عند حد من الاصدقاء، او في عماره ليها تحت مثلا سايس او جراج او كده. يعني وده أريح كتير جدا. طيب تعالي نشوف الخبر التاني. دي دراسة بتقول إن الصداع النفسي لا تصلح معاه المسكنات. أحيانا بتتعرضي لصداع بسبب أزمة نفسية؟ طبعا. هو انا بشكر ربنا انا مش مريضه صداع، في ناس عندها صداع يعني مزمن، وعندها امراض صداع نصفي، وده بيبقى شديد جدا جدا، وبيبقى صعب وبيبقى مؤلم قوي قوي للناس اللي بتتعب بالمرض ده. لكن انا عقلي لا يعني يقف او يتوقف عن التفكير. طحونه يعني، طحونه طول الوقت، نايمه بفكر، صاحي بفكر، سايقه او متسابقه بفكر في ايه، في كل حاجه، في كل حاجه حواليا، ماشيه بتامل طول الوقت، يعني بفكر في اللي فات وفي اللي جاي وفي اللي حاصل دلوقتي، بعيد النظر في كل حساب، يعني بعيد حساباتي طول الوقت، بفكر في المواقف بعد ما بتحصل. بتحاسبي نفسك كتير؟ بحاسب نفسي وبحاسب الناس وبحلل الناس كمان، يعني بحلل ليه حد كان وحش معايا في وقتها. طب لو قلتلك موقف في شغلك أو موقف في العيلة حاصل سبب لك ألم نفسي وصداع فوري بسبب الموقف ده؟ مواقف كتيرة طبعا، يعني الطفولة لا تخلو من الحديث دي. موقف حديث، حاجة جديدة في العائلة او في الفن عموما، في حياتك المحيطة، يعني سواء في الشغل او في حياتك. بصي انا قلبي مش اسود في العادة يعني، بس بعرف استحضر لما الواحد يعني بيجي موقف مشابه لحاجة وجعتك قبل كده، بطلع من المخزون يعني اللي عندي، وده بيتهيألي بيخدمنا في التمثيل طبعًا. كتير يعني مش فاكرة حاجة بعينها، بس لا هو في يعني تكرار لحالة من حالات التقليل من الشأن والاستهوان وعدم التقدير كتير جدا. مخرجين ولا منتجين ولا زمايل ولا كله؟ كله كله كله. في ناس تستكتر عليكي حاجة معينة تعبتي فيها جدا وعملتيها بنفسك وصنعتيها، مش انتي يعني، ما جاتلكيش على الجاهز، صينية من ذهب يعني. في حاجات تانية بيبقى أجندات عند كل طرف مثلا، يعني ما تعرفيش يعني. بس بيحصل لي ده كتير جدا، انه حالة من انه يعني هو انتوا، وانا لسه طالعة امبارح، وانتوا مش عارفيني، انا بقالي كتير جدا يعني بشتغل في الصنعة دي. ده حصل في كواليس مسلسل ما مثلا او فيلم؟ بصي اللي فاجئني حاجه مثلا مؤخرا وانا بصور مسلسل عوالم خفيه مع الزعيم عادل امام، تفاجات بتفاجؤ صناع العمل بيا. المفاجاه دي بقى جايه من ايه؟ بقى جايه من ان انا مواعيدي مظبوطه جدا، باجي مع عربيات الاكسسوار من وقت ما بتيجي، من قبل الناس كلها، وطبعا انا عايزه ادي وقت ومساحه ان اجهز من غير ما حد يقعد يخبط على الباب، ويلا ويلا ويلا، والتوتر ده لان ده مش مناخ انك انت تمثل فيه، فلازم تلتزم بمواعيدك. ودي مش حاجه جديده عليا، انا طول عمري مواعيدي مظبوطه على الساعه، بالعكس انجليزي انجليزي فعلا. وده دي من الحاجات اللي بتضايقني من باقي الزملاء ساعات مثلا. فمتفاجئه ان هم متفاجئين بالتزامي، متفاجئين باجتهادي، متفاجئين بتحضيري للشغل، متفاجئين بالحاجات دي كلها. فعايزة أقول لهم هو يعني هو إيه؟ كأنك لسه أول مرة تمثلي، كأني أنا بنت. وده اللي فاجئك؟ فاجئت طبعاً. أنا بقالي أنا بشتغل يعني في عالم الإعلام والتمثيل ده من وأنا عمري 15 سنة، يعني بقالي كتير جداً يعني، مفروض أنه وبعدين حققت حاجات ونجاحات وده اللي خلاكي تحسي بمرارة من زملائك، أو إن أنتوا إزاي مش مفيش تقدير للي أنا عملته؟ مش مفيش تقدير، وفي ساعات انا بحس ان في نوع من ال مش الاصرار، بس زي نوع من انواع انك انت يعني عايزين يهمشوكي، عايزين يجنبوكي، عايزين يقللوا من قدرك. انت مالكيش شله؟
لا ماليش شلة. عشان كده عايزة دين يهمشوكي؟ أنا صاحبة كل الناس فعلا، أنا يعني فعلا صاحبة كل الناس في الظاهر، مش في الظاهر، في حدود الود وفي حدود التعاملات اللي هي بس في حدود. في حدود. في حدود، لأن احترام المسافات بين الناس ده بيريح الكل. يعني بيخليكي دايما، يعني حتى أقرب إنسان ليا في الوسط الفني في بيني وبينه مسافة. طيب طب قبل ما أدخل على النقطة، مين بقى؟ لأنك نيلي كريم. يعني أنا دايما أقول هي أكتر واحدة قريبة مني، وأكتر واحدة أنا يعني بحبها، وشفت مجهودها وشفت مشوارها وشفت تعبت إزاي، وشفت اتظلمت برضو كتير لحد ما ربنا نصفها إزاي. سواء بقى في الباليه على فكرة، لأنه نيلي برضو تاريخ تاني في طبعًا في طبعًا في الأوبرا وكده، وفي نفس الوقت في التمثيل. ومع ذلك تظل هناك مسافة بيني وبينها. ليه أو إزاي لما هي تكون أقرب حد ليكي؟ عشان بنعمل في نفس الوسط، بنعمل في نفس الحقل، وده يمنع، بيبقى فيه ممكن يحصل قدر من نفسنا. ما فيش بيني وبينها النفسنا، لانه هي اخت كبرى ليا، انا بحسها اخت كبرى ليا، وانا بحس دايما في اهتمامها بيا اهتمام اختي الكبيره، ما عندهاش اخوات بنات، فانا بحس منها ده دايما. ما فيش ده، بس خوفا على العلاقه لانها حلوه وصدقة وراقية، ما بحبش ان احنا ننخرط زيادة، وهي نفس الشيء فتبوظ بسبب التنافس. او الاخرين اللي بيلعبوا على الحاجات دي علشان يخليها تبوظ. طيب الجزئية دي هنتكلم فيها بالتفصيل. خلينا نكمل اخبارنا ومش هسيبك، هنرجع تاني لنفس النقطة. تعالي نشوف الخبر الجاي. وفاة عنفيذ برتان شايش. استقبلتي بقى خبر وفاة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج ازاي؟ والتعليقات اللي كانت بعد وفاته، ان هي بتهاجمه وبتشتمه على معتقداته الدينيه، وسابوا كل انجازاته ثيري اوف ايفريثينج اللي هو الفيلم اللي احد الافلام يعني بصي انا شخص بستنكر جدا كل ما هو غير انساني، وده مش كلام بس علشان ابان ان انا يعني فظيعه وعظيمه والكلام ده كله، لا، اللي عارف ممارساتي اليوميه وممارساتي مع الاخرين هيعرف ان ده يعني بنفذه. احنا بقينا عنصرين قوي، وبقينا طبقيين جدا، وبقينا لا انسانيين قوي قوي قوي، وزعلت جدا انك انت بتسيب الحدث او الانجاز المهم الكبير وتركنه على جنب، وتمسك في شويه تفاصيل هي بين العبد وربه. اللي هم مين بقى تقصدي؟ مين كل المتطرفين في جميع المجالات؟ يعني التطرف عموما عدوي الاكبر. فكره ان انت تنسى ان انت اصلا انسان. وانا افتكر دايما كنا في حصه الدين في المدرسه كان دايما يقولوا نحن نؤمن اولا ثم نحن مسلمون. يعني انت الايمان ياتي اولا. فان تكون مؤمنا بغض النظر عن مسمى دينك ايه، ده المهم. وعشان كده والغير مؤمن، الغير مؤمن اللي هو الملحد يعني احترمه برضه، طالما انه لا يؤذي، طالما انه انسان دي افكاره وهو مقتنع بيها، وهو شايف ان هو في الاخر بيقولك كل واحد بيتعلق من عرقوبه. يعني في الاخر محدش بيشيل ذنب حد، ومحدش بيتحاسب لحد. فانا دايما مع ان الانسان علاقته بربنا خاصة جدا، خاصة جدا، ومحدش يتدخل بالظبط. والموضوع ده بيستفزني قوي قوي، لانه الموضوع ده الغرض منه انه يبعدنا عن نقاط الاتفاق اللي بيننا، اختلافنا مش خلافنا. يعني انا مش معقول ادور على ايه الحاجه اللي انا مش متفق معاك فيها واروح افضل ادوس عليها، في حين ان انا في بيني وبينك حاجات كتيره جدا مشتركه. دي من الحاجات اللي بتضايقني جدا جدا، يعني حاجات كتير ممكن اتعلم منها جدا. يعني لا يعني معلش سوري، يعني هذا الشخص الذي يعتب على هذا العالم او اي عالم، هو ايه ثقافته؟ ايه حدود انجازاته للبشريه؟ ايه خلفيته؟ خدمت العالم في ايه؟ خدمت العالم بالكلمتين اللي كتبتهم من ورا كيبورد او على تليفونك على السوشيال ميديا؟ من انت اصلا علشان انت تتكلم عن انسان خدم البشريه؟ خدم البشريه، دي حقيقة. خدم البشريه دي حقيقة. طيب اسمح لنا نطلع لفاصل، هيكون اول فاصل معانا. ماشي يلا استنونا بعد الفاصل.
رجعنا لكم مرة تانية، ودي فقرة أنا وأنا. بشرة بقى، أكتر حاجة بتضايقك في المحيط اللي حواليك؟ عدم الاكتراث، عدم التقدير، قلة الاهتمام، قلة الاعتناء. المحيط ده على فكرة من أقرب الناس لحد المجتمع، لحد الحي، المجتمع اللي أنا عايشة فيه، يعني لحد المهنة اللي أنا بشتغل فيها، لحد الوطن كله. أنت أزمتك في عدم التقدير؟ لأن ده برضو إحنا في الفقرة الأولى تطرقنا في الموضوع ده. أنت دي الأزمة بالنسبة لك الأساسية؟ عندي أزمة شوية في عدم التقدير، لكن ما بتفرقش معايا بصراحة. يعني لأنه في الآخر أنا هعمل اللي أنا عايزة أعمله، واللي عايز يقدر يقدر، اللي مش عايز يقدر دي حاجة ترجع له. بس أنا ليه حاسة إن هي فارقة معاكي؟ لأن أنت مركزة في النقطة دي. لأن أنا حاسة إن هي في حالة من الاتفاق على عدم التركيز، يعني إيه زي ما تقولي إنه يعني كأنها ما بتعملش حاجة. ليه؟ ما أعرفش هل ده قصر نظر؟ هل ده بخل؟ هل ده يعني مشاكل نفسية عند الآخرين؟ نرجع ونأكد بقى الجملة اللي احنا قلناها في الفقرة الأولى، هو إن انتي ما عندكيش شلة. أنا ما أعرفش إذا كانت هي دي المشكلة ولا لأ، يعني هي أنا لو ما عنديش شلة يعني ده وسام على صدري، مش العكس الحقيقة. أنا عندي شلل كتير جدا. أنا بتهيألي إن أنا دخلت الفن بجمهوري أنا، يعني الجمهور اللي كونته في الفن يعني مش قد اللي أنا دخلت بيه كمان. يعني أعرف ناس كتير جدا، عندي موروث عائلي وموروث من الأصدقاء والمدارس الكتير اتنقلت فيها والبلاد كتير اللي اتولدت في حتة واتنقلت في حتة وجيت هنا، فيعني عارفة داخلة اكتفاء ذاتي بمعنى أصح. لكن الحقيقة أنه أنا مش عندي شلل كمان بره يمكن الوسط الفني، لكن الحقيقة برضو أن أنا صديقة الناس كتيرة جدا في الوسط الفني، يعني مش متأخرة عن حد في أي واجب. طب ليه بيحاولوا أن كأنها مش موجودة؟ ليه؟ أنا ما أعرفش. أنا حاسة أني بتكلم لغة اللي حواليا ما بيكلموهاش، اللي حواليا ما بيفهموهاش. بتكلم لغة يعني وبمنتهى التواضع بقول الكلام ده، بحس ساعات أني سابقة بسنين ضوئية. عندي بعض النظر مش عند اللي حواليا. طب ما يمكن ده في تعالي، هم حاسين أن أنت متعالية عليهم. لا، في إيجو. لا، أنا كده وما فيش غير كده، عندي ما فيش حل أنا كده مش هتغير عشان خاطر حد. هم شايفين ده بقى. لا طبعا هم شايفين ده، مش عايزه اقول يعني ده قصر ديل يعني، لكن شايفين ده. لا هم شايفينه، هم مش عايزين يشوفوه. اوكي، يعني تفرق كتير قوي بين حد مش شايف وحد بيتصنع انه مش شايف او مش عايز يشوفه. امتى بتعترفي باخطائك؟ بعترف باخطائي لما يجي الوقت اني لازم اعترف باخطائي قصاد حد يستاهل اني اعترف قدامه باخطائي، لان مش ولو غلطانه واللي قدامك ما يستاهلش مش هتعترفي؟ لا، مش هعترف له لانه مش هيغير في الامر شيء. يعني انا اعترف له ليه بغلطي لما هو اصلا يعني بيتصيد لي، او هذا الشخص مثلا مش حابب ان انا يعني ابقى كويسه. او حتى خلي بالك، الاعتراف بالغلط ده معناه انك انسان كويس. يعني هما ما بتعترف بالغلط اللي قدامك ساعات مش عايز ان انت، هو انت معقول يعني للدرجه دي، يعني افلاطونيه للدرجه دي كويسه علشان تعترفي؟ طب اكبر خطا وقعتي فيه الفتره اللي فاتت؟ أكبر خطأ؟ بالعكس، أنا الفترة اللي فاتت حاسة أني بصلح المسار كله، يعني مش شايفة أني غلطت غلطة. طب آخر خطأ وبعده صلحتي المسار؟ الزواج يمكن. الجواز ما اتجوزتش، ما خدتش وقتي صح في الاختيار، ما خدتش الظروف الصح اللي أنا بختارها عشانها. يعني أنا ليه بتجوز؟ يعني عملت اللي المجتمع قال انه لازم يتعمل، كذا، فلازم ده، فده كويس، فده ابن حلال، فده انسان كويس. صالون كذا، ما كانش صالون، بس في نفس الوقت ما كانتش قصه حب، وفي نفس الوقت ما خدتش وقتها في انها تبقى جوازه العقل ولا هي جوازه القلب. فطبعا دي من ال بس انا ما بشوفهاش غلط، انا بقول عليها اكسبيرينس او تجربه. طب انت من خلفيه ثقافيه متحرره الى حد ما، ازاي هتختاري جوازه بالمنظر ده؟ عقل بس؟ لا، ما هو ده اللي انا كنت فاكراه، ان انا فاكره انه لما كده نعمل كده يبقى هو ده الصح، ده اللي هيرضي بقى ماما وبابا وخالته وتيتا والمجتمع والناس والجيران وعم عبد البواب. طب ليه عايزه ترضيهم؟
ايه؟ ليه عايزه ترضي ماما وبابا والمجتمع والجيران والناس؟ ما اعرفش، انا اتربيت على اني دايما عايزه ابقى البنت المثاليه او البنت الكويسه، او في المدرسه لازم ابقى من الاوائل، او لازم ابقى من الناس اللي بتاخد الدرجات النهائيه في الانشطه واخد شهادات تقدير متعلقه عندي على الحيطه من المدرسه. طب مش هل التربيه اللي انت تربيتيها دي نتيجه الاهل، ثقافتهم برضو وافكارهم شبه افكارك وثقافتك؟ لا، انا اهلي ممكن يكونوا اكثر تحررا مني انا شخصيا. طب ليه بقى ما تقبلوش ان انت تختاري براحتك وان انت تعملي اللي انت عايزاه؟ لا، هم ما اجبرونيش. على فكره، عشان كده بقول ده الغلط اللي انا ارتكبته. يمكن ما استشرتش صح، يمكن كان المفروض ارجع لاهلي اكتر. لكن هم برضو اهلي اللي ربوني على اني ابقى مستقله، وان يبقى رايي نابع مني، وان انا يوم لما قرر، يعني ده قرار انا خدته وتتحملي مسؤوليه بمحض ارادتي. وانت حصل الانفصال بعد جواز قد ايه؟ 5 سنين. لا، ده انجاز سنين. بالنسبه لي انا انجاز يعني. وعندك طفلين؟ وعندي طفلين، دي نعمه من ربنا، وده من النتاج العظيم للجواز يعني. ولدين ولا ولد وبنت؟ اسماعيل وليلى. اسماعيل وليلى اعمارهم قد ايه؟ اسماعيل 6 وليلى 5. ما شاء الله. علاقتهم بباباهم عامله ازاي؟ كويسه؟ لا، باباهم راجل حقيقه يعني جميل، واب يعني محب جدا وحنين جدا على اولاده. هو كمان شامي، هو سوري. فمعروف عن الاباء الشوام او السوريين ان هم اهتمام اسريين قوي وكده. فلا، هي الحقيقه دي انا الحاجه الوحيده اللي ما غلطتش فيها اختيار ابو الولاد. لكن غلطت في حق نفسي. غلطت في حق نفسي، ووقعته معايا في الغلط، وهو وقعني معايا في الغلط. انه احنا اخترنا بعض في وقت غلط، اخترنا بعض واحنا مكتئبين، ما كناش احنا في حاله نفسيه سويه. كان حزين على والده كان متوفي، وانا كنت حزينه على والدي كان متوفي. فاحنا زي ما تقولي اتنين لقوا بعض في وقت شده، ف يعني اتوهموا ان هو ده الشريك الصح. بس الحقيقه انه لا. ومين كان السبب في الانفصال بقى؟ ما اعرفش، بس انا طلبت الانفصال. انت اللي طلبت؟ هو الحقيقه كان متمسك جدا، يعني هفضل فاكره له ده دايما وهقوله للولاد. بس احنا مختلفين وما عرفناش نبقى اصدقاء. يعني انا شايفه ان هو ده الكور المشكله، يعني اللب الموضوع، يعني انك انت تعرف ازاي تبقى صديق شريك حياتك يعني. طيب تعالي نشوف اول فيديو معانا. ماشي. الجواز التعيس ممكن يطفي روح البنت؟ طبعا. ده ما فيش شك ان الجواز التعيس بيطفي روح البنت، وهي افضل ان تعيش مع نفسها عن انها تتجوز جواز انت التعيس. حسيت ان انت انطفت روحك ولا شفيتي من هذا الانطفاء؟ لا، انا بالنسبه لي الموضوع مختلف خالص. يعني انا مش ضد الجواز تاني، بس في نفس الوقت مش برو قوي يعني، مش بجري عليه. بشرى دلوقتي في حياتها حد؟ في جوازة تانية؟ في علاقة حب؟ لا، يعني دلوقتي أنا بتلقى في وضع المتلقي. عروض حب. عروض حب، عروض جواز. يعني الفترة دي يعني هو في ناس معجبين طبعا يعني. الحمد لله. لدينا قسط من الامور اللي تسمح ان مسك الموضوع. طبعا يعني في حد يكره ان حد يكره ان في حد يعجب بيه، وحد يحبه، وحد يتشحتف عليه وكده. بتدرسي بقى العروض؟ يعني ممكن يعني الفترة الجاية نلاقيكي اتجوزتي. بتفرج وبدرس وبضع في اختبارات. مهم قوي ان يعني بصي بقى، انا دايما عندي مبدأ كده، التجربة الأولى لو انت مش عارف انت عايز ايه، على الاقل انت عارف انت مش عايز ايه. فطبعا التجربه الثانيه بتحاولي بقى ايه تستنصحي على التجربه الاولى، فما تكرريش. بالك عشان التجربه الثانيه ممكن تقعي في غلطه ما خدتيش بالك منها من كتر الاستنصاح. بصي، يعني بني ادم معهوش سر الاسرار. بني ادم لازم يجرب ويشوف حظه، ويحاول يعني يشوف الشواهد بتقول ايه، وبناء عليه يعني يدخل التجربه. وهو حظه بقى، ما هو محدش في الدنيا هي بطيخه. محدش بيبقى عارف هي هتبقى حمراء ولا هتبقى صفراء ولا هتبقى عامله ازاي. طيب يعني هتتجوزي قريب ان شاء الله؟ لا، مش قريب ولا حاجه. انا يعني اتمنى مشروع. انه احد المشاريع المقدمه تكمل. بس يعني مش عايزه اتسرع بصراحه، يعني عايزه اتروى. وبعدين في اولاد دلوقتي. هم بتفكري بعقلك اكتر؟ لا، انا يعني بالعكس، انا حاسه ان انا موضوع التفكير بالعقل لوحده ده ظلم للانسان وظلم للطرف الاخر. فلازم البني ادم يجمع ما بين الاثنين، والحمد لله ربنا ادانا الاثنين يعني. بشرى، ممكن تقارن بين كذا حد في وقت واحد؟ بتدرسيهم كلهم في وقت واحد؟ ليه لا؟
ما بدخلش في العلاقه مع حد بشكل يعني يعني بيبقى كله لسه على الشط يعني. يعني انت بتعرفي كذا حد في نفس الوقت؟ لا مش هعرف كذا حد في نفس الوقت، لكن المعجبين موجودين. ايوه ما انت عشان طالما بتدرسيهم يبقى انت عارفاهم في نفس الوقت. لا ما هم في حدود. لا في حدود، مش مساله حدود على فكره. انا لو اعرف كذا حد في نفس الوقت هقول لك. انا بصي زمن الدبلوماسيه عندي عدى خلاص خلاص يعني، ما بقتش عايزه. طب اكيد في فتره كنت كده. لا في فتره زمان ايام المراهقه كان زمان بقى ايام المدرسه وبتاع، كان يبقى اللي هو انا وصاحبتي وهو نفس الشخص ونتخانق عليه احنا الاثنين، وهو شويه هي وشويه انا، ونفس الشيء يبقى في مثلا ولدين بيتخانقوا عليا. وحصلت طبعا، انا بحكي الحكايه دي هم بيتفرجوا علينا عارفين نفسهم كويس قوي يعني. لكن لما تدخلي بقى في الجد دلوقتي وبعد دلوقتي الواحد بينضج والواحد بيكبر وكده، لا طبعا لازم أفكر ألف مرة، ولازم يبقى راجل بقى يعني، لازم يبقى حد مش مجرد يعني مثلا مراهقة متأخرة أو إحساسك إنك ما عشتيش فترة حب فعايزة تعيشيها تاني. لا دلوقتي سند، عايزة رجل لازم يبقى سند. سند لازم يبقى أولا متفهمني جدا ويحترم عقلي ويقدرني، بس في نفس الوقت أنا ست وهو راجل. بشرة بقى مشهورة معروفة نجمة كل حاجة، لما بتسمعي بقى بيربطوا بين بشرة وباسم فلان شخصية عامة، بتتعاملي مع ده ازاي؟ وانتي اكيد بتسمعي واكيد بيقولوا لك بشرة بتعرف فلان ما، ومؤخرا ربطوا بين بشرة وبين اسم معروف رجل اعمال معروف، بتتعاملي ازاي مع الموضوع ده؟ اولا بالتهكم والسخريه، خصوصا لما ابقى عارفه الحقيقه فين يعني، ببقى عارفه الموضوع اساسه ايه واوله ايه واخره ايه. مفيش شك ان اي حد مشهور بيتعرض للنوع ده، وعلى فكره هو مش اول مره يعني، انا عدى عليا كتير قبل كده. هي بس الفكره ان انا دايما احب اسال الناس دي اللي بتتكلم يعني، لو انا كنت راجل او كنت شكلي مش ولا بد، او كنت مثلا يعني مليانه شويه وشكلي مكعبر شويه وحاجات كده، هل كانوا هيقولوا نفس الشيء ولا لا؟ الحقيقه الموضوع ده اكتر حاجه بتضايقني فيه، انه في نوع برضو من العنصريه تجاهي كست كامراه شابه. ليه بقى؟ لانه في الاخر ما لازم فيها كده في زي استنباط حافظينها احنا، طبعا فنانه تشتغل مع رجل اعمال يبقى لازم يبقى في حاجه، فنانه اشتغلت مع منتج يبقى في بينها حاجه، سلمت على مخرج بالايد يبقى لازم يبقى في بينها حاجه. ده كده مش هنخلص يعني، لو انا همشي ورا الكلام ده والشائعات ده انا والاخرين اللي بيبقوا يعني اساميهم معانا في هذه الشائعات، يبقى احنا ناس فاضيه وما وراناش حاجه نعملها. بس بتسمعي الكلام ده؟ طبعا بنسمع، وانا عايشه على الارض، انا مش عايشه في كوكب تاني. بسمع طبعا وبنقعد نضحك طبعا، لان في الاخر احنا عارفين اللي فيها، وبتبقى نكت يعني، هي بينا بتقلب بنكت. فيعني انا فاهمه كويس قوي الناس ممكن تبقى ليه شايفه ده، بس ما في بتطلعيش تردي. ايه ما بتطلعيش تردي على اي اشاعات؟ لا وارد ليه انا خالص. انزل لمستوى الشائعات ليه اصلا؟ يعني واحده قاعدة بتفكر في إيه اللي ممكن ينفع بلدها، وإيه المشاريع المهمة اللي ممكن ترجع السياحة لبلدها، وإيه الحاجات اللي ترجع تعدل الميلة بمعنى أصح في الوسط الثقافي والسينمائي والسياحي في مصر. هقعد بقى أنا أسيب الحاجات المهمة الكبيرة قوي دي عشان أتناقش في كلمتين؟ بصراحة يعني شغل قهاوي يعني، شغل يعني ناس قاعدة بس للسقطة واللقطة باللغة البلدية يعني كده زي ما بيقولوا. يعني انت ما بتبصيش للحاجات دي خالص ولا تعيرك اي اهتمام؟ وفي حاجة تانية، في من هذه الاسامي ناس اصدقائي، ايه المشكلة ان انا يكون عندي اصدقاء يعني ايه؟ وبعدين برضو هنرجع تاني لطبقية وعنصرية، هو ايه يعني عشان رجل اعمال ومعاه فلوس فما ينفعش نبقى اصدقاء؟ لا على فكرة نعرف رجال اعمال كتيرة جدا ومعاهم فلوس برضو، وده ما بيمنعش ان احنا نبقى اصدقاء اذا كان هو معاه فلوس، انا معايا شهرة، معايا مخ، معايا افكار، معايا قدرة تنفيذية، معايا جيش من الناس تقدر تشتغل معايا وحابة تشتغل معايا، وناس حابة عارفة يعني. بجد المواضيع دي يعني بجد بصوا للصورة أكبر من كده، الموضوع أكبر بكتير. يعني أنت ما بتهتميش لما بيربطوا اسمك بأي اسم؟ مش مهم بالنسبه لي. لا بصي في اسامي ما احبش ارتبط بيها، لكن في اسامي تشرف اي حد يرتبط بيها. زي مين طيب؟ لا يعني ما حسب. طب ربطوا بينك وبين مين وانت ما كنتيش مبسوطه؟ لا كتير جدا، انا من يوم ما كنت ماسكه شركه الانتاج السينمائي ده من زمان نيو سنشري بقى يعني، اما انا متجوزه صاحب الشركه او ده قاله او ابن صاحب الشركه، ولما تزوجت زوجي
لانه شامي زي اصحاب الشركه، فبقيت انا متجوزه قريب حد صاحب الشركه نفس اللي ملوش ادنى علاقه بيهم اساسا. ولما مسكتي مهرجان الجونه طبعا كالعاده برضو طلعت عليكي الاشاعات وربطوا بينك وبين المهندس نجيب ساويرس. انا عادي مش عارفه ليش معنى يعني المهندس نجيب، مع ان في كتير قوي كانوا موجودين يعني وفي ناس اصلا يعني طبيعه الشغل بتخليني احتك بيهم اكتر بكتير، يعني شركائي من الرجال كلهم على فكره، يعني سواء عمرو منسي او كمال زاده او يعني، وعلى فكره بقضي معهم وقت اكتر بكتير يعني احنا المهندس نجيب هو مش فاضلنا اساسا يعني، كل فين وفين لما بنعرف نجتمع بيه يعني او نقعد معاه. بس ضحكتي على ال ضحكنا انا هو المجموعه فكره الموضوع مطروح للمجموعه كلها، كلنا بنقعد نضحك يعني لانه احنا يعني مطحونين وطالع عينينا وبنحاول نعمل حاجه كبيره ونجيب ناس من الشرق ومن الغرب وروح، وبرضه الناس ما بتنساش تطلع حاجات كده ايه لا راحتهم بقى، ما انا مش فاضيه للكلام ده اصلا. خلي بالك يعني لو كان اي حد تاني ما كانش حد هيتكلم، لكن لان الشخصيه دي معروفه ومعروفين وناس شخصيات عامه فبالتالي عليكوا سبوت. بالظبط. طيب تعالي بقى اول كلام معانا عايزاكي تسمعيه. ماشي يلا. كلام باباها عنده مركز اسمه مركز الجيل للدراسات الشبابيه والاجتماعيه في عين الصيره. المنطقة دي فقيرة جدا، وهو كان بيخدم الفقراء هناك وكان بيشتغل من أجل هؤلاء الفقراء، وهو عمل المركز ده علشان خاطر يخدم أهل المنطقة بتاع عين الصير. بشرى علاقتها بباباها كانت علاقة يعني هي ما بتشوفوش كتير، لكن لما بتشوفه دايما كانت بتتناقش معاه تقول له يا بابا انت مش مهتم ببنتك انت زي ما بتهتم بالناس التانيين، فاهتم ببنتك شويه. هو بيديها الحب والحنان بس بطريقته هو، بالطريقه اللي هو حاده يعني عايزها تمشي على يعني على الحبل، ما تغلطش، ما تتكلمش كلام ملوش معنى. في الويك اند كانت هي بتروح عنده علشان تشوفه، فدايما ينتقدها، هي ما كانتش تحب الانتقاد. بشرى اخذت من باباها الالتزام، الحب للناس، العطاء، الخير، التزام بالمواعيد واحترامها لنفسها. أخذت مني أنا حب للناس برضو، احترامي لنفسي أولاً ثم للناس، جت دايماً بتكون موجودة معايا في شغلي علشان أنا دايماً أقول لها أنت عندك كل حاجة، لو شفت الناس اللي أنا بروح أشتغل معاهم هتلاقيهم ما عندهمش أي حاجة من اللي عندك، فقولي الحمد لله. ولازم تكوني عندك حالة رضا دايماً. أنا حاسة أن هي كبيرة من صغرها، يعني ما حسيتش أن هي كبرت فجأة كده. وبعدين بشرى بتشتغل وهي عندها 13 سنة، هي بتشتغل عند صديق لينا عنده مكتب، فكان بتمشي الدكاترة على صراط مستقيم، تخش المكتب الصبح اللي يتأخر تزعق له وتقول له ما تجيش بكرة متأخر، التزم مواعيدك ولازم تيجي ميعادك الساعة 8 تيجي الساعة 8. فهي طول عمرها تحب الناس انها تحترم شغلها وتحترم مواعيدها. بشرى حادة برضو في مجال عملها، وبرضو متسلطة جدا في شغلها لانها بتحب الدقة الشديدة واحترامها لنفسها واحترامها لمواعيدها، وما بتحبش الحاجات اللي هي ما فيش نظام فيها، يعني لازم النظام اهم حاجة عندها. بشرى مهووسة بشغلها طبعا وبشكلها وبالجزم والشنط واللبس عشان الشغل، والهوس الاكبر هو السينما، الهوس الاكبر ان تكون في افلام جاده ومفيده وتنقل رساله للمجتمع. اهم حاجه في حياه بشرى دلوقتي اولادها، مامتها، ثم العمل بتاعها. صح. همسك كلام والدتك، من الواضح من كلامها ان انت قوي عليا طبعا. قالت كذا نقطه، بس انا النقطه الاولانيه اللي انا عايزه اتكلم فيها هو ان واضح ان كان في ازمه مع الاب او مع افكار الاب او مع طريقته. هي ازمه غياب الاب اولا، لكن من صغري وانا فاهمه انه غيابه ده لهدف اسمى وهدف اكبر، عشان كده انا من شويه بقول لك انا ما بقفش عند التفاهات، لاني يعني هو رباني كده ومامتي ربتني على كده، انه في حاجات في الكون اهم بكتير من الحاجات السطحيه اللي احنا
بنتوقف عندها. يعني أنا واحدة عندي مثلا من الهوس اللي ماما ما ذكرتوش، مثلا أنا خايفة جدا جدا وبيجيلي كوابيس من نقصان المية في الكون في الكوكب، واللي بيحصل في جنوب أفريقيا بيخوفني طبعا، ومش عارفة أولادي ده هنسيبهم، الأجيال الجاية دي هنسيبهم في إيه، وده حقيقي يعني. فمش معقول هقعد أتكلم في غيرة بنات وستات وأسيب إن أنا ممكن أفتح الحنفية في يوم مش هلاقي مية نازلة من الحنفية. طيب خلي المية على جنب. يعني بقولك نرجع بقى للأب. أنت كانت علاقتك بوالدك فيها فطور، فيها جفاء؟ لا ما أقدرش أقول كان فيها جفاء، لأن والدي كان راجل طيب جدا وإنساني وحسيس وبيحب الناس، وأعطى أفنى عمره كله من أجل خدمة الغلابة والفقراء، ويعني الانتصار للطفولة العاملة والطفولة المحرومة وللمرأة. يعني لا، هي المشكلة إن هو، أنا دايما أقول هو ضحى بأبوية خاصة من أجل أبوية عامة ومن أجل إنه يعني يسيب ذكرى مخلدة تقعد لي. هي ماما ذكرت قالت إن هو كان حنين عليها بس بطريقته هو. هي دي الحقيقة. والدي كان شديد وقاسي، منظم جدا، دقيق جدا، موضوع المواعيد ده كان التزام فظيع. فطبعا يعني التربية دي وانا لسه طفلة صغيرة قوي فيها قسوة شوية. يعني القسوة دي تعبتك؟ قسوة، بس عمره ما كان لسانه لازع، عمره ما كان ايده طويلة، عمره ما كان راجل كان بيشغل عقله في كل شيء. بس كان شديد شوية عليا. طيب سبتي البيت ليه وانت عندك 23 سنة؟ لا، أنا كان ممكن أسيب البيت من قبل كده بكتير، يعني اتباعا للفكر الأوروبي في أنه بنعتمد على نفسنا. يعني ليه قرار أن أنت تسيبي البيت خصوصا أن احنا عايشين هنا في مصر؟ على فكرة أنا كنت عايشة مع أمي، فالبيت اللي أنا سبته ده كان بيتي مع والدتي وزوج والدتي، مش مع والدي. لا، سبت البيت لأنه ابتديت احس باستقلالي اكتر، وابتديت احس ان انا لازم اكون مستقله، وانا يعني خلاص كبيره كفايه وعقله كفايه وملتزمه كفايه وشاطره كفايه وكل حاجه، فاقدر ان انا اكون. يعني زعل والدتك منك؟ ماما زعلت شويه، يعني زعلت لانه يعني اي ام بتبقى عايزه بنتها تكون معاها، رغم ان هي برضو ما تقدرش تمانع، لانه انا اذا في حد رباني على الاستقلاليه فهي ووالدي، مش جايباه من بره يعني. فهي زعلت شويه للفراق طبعا، مش عايزاني اكون بعيده، حابه ان هي تستمتع بيا اكبر وقت ممكن. لكن انا كنت شايفه انه خلاص، يعني انا لو كنت عايشه في بلد تانية او بدرس في اي بلد تانية كان زماني من وانا عندي 16 سنه مش موجوده في البيت. فيعني زعلها، لكن مع الوقت ابتدت تتعاون مع الفكره وتتفاهم مع الفكره وتفهم انه ما حدش يقدر يوقفني. تقبلت الموضوع؟ وتقبلت الموضوع. طيب من كلام الام لكلام الاصدقاء، تعالي بقى نوري لك رايهم فيكي ايه. واو. بشرى صديقه عزيزه عليا جدا وعلاقتي بيها من زمان، يعني من سنين وسنين، بس انا ما بعرفش احسب السنين قد ايه يعني. لكن يعني هي صاحبة أصحابها بشكل كبير جدا، يعني هي بتعرف يعني إيه معنى الصداقة، ولذلك ما أعتقدش أن بشرة يعني ممكن تلاقيها خسرت صديق من أصدقائها. ما أعتقدش أن يعني سمعت عن حاجة زي كده أبدا، إلا بقى اللي غيرانين منها. أنا ما أعرفش بقى اللي بيغيروا منها ممكن يكونوا من جواهم عاملين إزاي، بس بشرة الحقيقة كلير، يعني ما عندهاش الحاجات دي خاص، أو يمكن تتغاضى عن الحاجات ديت. يعني بشرة خير فعلا، وصاحبة أصحابها، ووش السعد على ناس كتير جدا. كنت أول ما بشوفها بقول إن دي مشروع سعاد حسن التاني. وأنا بصراحة يعني كل ما قابلها أعتب عليها سنة، ما قصر في حق نفسها كممثلة شوية، لكن ناجحة في مجالات كتير جدا. يعني أنا بقول لها برافو عليكي كمديرة وكرئيسة وكمنفذة لمهرجان دولي، فعلا مشرف، أنا بحييكي جدا. بس برضو ياريت تركزي في التمثيل شوية. أنا بحيي بشرة بشكل كبير جدا، مش عشان صاحبتي ولا علشان بحبها ولا أي حاجة، لكن بجد بجد بتعرف تنظم وقتها بشكل غير طبيعي. معرفش بتجيب وقت منين الحقيقة. آخر مرة اتقابلت مع بشرة قريب جدا
وكنا طالعين مع بعض رحلة لعمل خيري لافتتاح مستشفى الأرمان أو وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة. والحقيقة قلت لها أول ما شفتها قلت لها أنت بتجيب وقت منين؟ يعني نفسي أعرف أنت يعني إزاي بتعرفي تنظمي الحاجات. أنا علشان أطلع الرحلة دي قعدت أرتب فيها بقالي أسبوعين ثلاثة. يعني شفت قد إيه هي بتتعامل مع الناس هناك بمحبة وبتواضع غير طبيعي وكانت عايزة تعمل أي حاجة يعني عايزة تساعد. يعني أنا لدرجة أنا توقعت أن في آخر الرحلة ممكن تدير المستشفى نفسها لأنها كل ما تروح في حتة تديرها. يعني شركة إنتاج تبقى هي صاحبة الشركة، مهرجان تبقى هي رئيسة المهرجان، مش بعيد ألاقيها بعد كده مديرة المستشفى. يعني بشرة إمتى هنعمل مع بعض فيلم من إنتاجك؟ إمتى؟ أولاً أنا استوقفني هنا تأثرك وإن أنا حسيت إن أنتي جه على الوجع، هو جه على الجرح. آه ليه؟ أولاً بشكره جداً، أنا كنتش متخيلة ولا متوقعة إنه هاني يبقى جواه ليا كل ده، ومعرفش لما الناس جواها الحاجات دي ما بيقولوهاش ليه. ده اللي خلاكي تتأثري وفعلاً تعيطي؟ تأثرت إن إن إنه في 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 حد منصف، في حد شايفني من غير كبر، في حد شايفني على حقيقتي، وتأثرت انه حد متابع لهذه الدرجة وعنده جرأة انه يقول الكلمة دي. في ناس كتير قوي بتعز عليها تقول الكلمة دي، يعني الكلام كله اللي هو قاله سواء عن الموهبة سواء عن الإدارة سواء عن الـ يعني العلاقة بيني وبين الناس في المجتمع. مين يا بشرة في الوسط مضايقك لهذه الدرجة ومحسسك بكل المرارة اللي أنا شايفاها وحساها دي؟ ما فيش شخص. ما هي أنت عارفة لو تعرفي تشاوري على الأشخاص كانت الدنيا سهلة، إن أنا ست بعرف أواجه، هروح في وشه وهقول له أنت كذا. لكن الحقيقة إنه ما بتعرفيش هو اتفاق ضمني ولا هو عدم الاعتراف ولا هو تأخر في رد الفعل أو تأخر في الاستيعاب. الله أعلم. لما أشوفك بتعيطي عشان كلام حلو يبقى أنت بجد بتسمعي كلام وحش كتير؟ ما بتسمعيش كلام تقدير كافي البشرة، كلام حلو أنت تستهليه؟ بصي أنا يعني من زمان خلاص فهمت الحدوتة بتاعت الحياة والوسط وكل حاجة، ففهمت أني لا تستني كلمة حلوة ولا تستني كلمة وحشة. والحقيقة ده مريحني يعني حتى لو ما أثر فيا، لكن هو مريحني جامد. أنت يعني كده مرتاحة؟ آه، لأني مش عايزة أتوقع حاجة من حد. لكن لما بتحصل ما بصدقش أنه لسه موجود الـ بعض اللي الناس اللي أنت كان نفسك فيه. بالظبط. طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. نرجع، استنونا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية بعد الفاصل وفقرة أنا والفن. هنبدأ بالبروفايل، وعايزة تعليقك على البروفايل، إيه اللي عجبك إيه اللي مش عجبك، إيه الحاجات السلبية إيه الحاجات الإيجابية. جاهزة؟ هنشوف. يلا بينا. بشرة هي فنانة وكمان بنت المفكر السياسي الكبير الراحل أحمد عبد الله رزة. يعني الحزب الحاكم حزب واحد أوحد يحتل أكثر من 60% من البرلمان. بس هي اختارت تبعد عن السياسة حتى لا تكتوي بنارها، لأن السياسة على رأي صلاح جاهين بشكل عام مهلكة. ثم ماذا بعد؟ هفضل أصونك وأشيلك يا ضي العين. يمكن الدخول في مجال وبس. ها، إيه رأيك؟ الحقيقة الإيجابي فيه أكتر من السلبي كتير، وكلمة ركزي يا بشرة دي بسمعها كتير قوي، بس مش عارفة أعمل إيه يعني. يعني أنا بجد مش عارفة أعمل إيه. ركزي دي، ما هو أنا حسب يعني مطرح ما بترسى بدق لها زي ما بيقولوا. أنت شايفة إن أنت مركزة ولا مش مركزة؟ لا، أنا شايفة إني أنا هقول لك حاجة، أنا دايما أقول الكلام اللي هو أنا طلعت في عهد
الموهبة اتجزأت فيه. لو أنا كنت طلعت في عصر تاني كان زماني بقيت فنانة شاملة بعمل أعمال استعراضية غنائية سواء في مسرح أو تلفزيون أو سينما. لو كان في إنتاج استعراضي في مصر وغنائي وفي حد عنده رؤية حقيقية كان زمان بقى هو ده مكاني. على فكرة صعب عليا جدا إن أنا أجزأ موهبتي ويبقى سقف الموهبة عندي في كل يعني سواء التمثيل أو الغناء أو الاستعراض يكون سقف معين سقف في حين حد. إن أنا لو التلاتة اجتمعوا مع بعض ممكن أوصل للسما وتبقي سعاد حسني زي ما هاني رمزي قال. أنا بشكره جدا على الكلمة دي قالها. ده شرف كبير جدا أني أكون سعاد حسني. بس أنا مش هتكسف وليه لأ يعني مش هتكسف أقول إحنا دايما عندنا عيب في الثقافة كده الشرقية إن إحنا ما ينفعش تتكلم عن نفسك وإلا الناس تفتكرك مغرور. ما ينفعش تقول وإلا الناس هتقول عليك مش متواضع. لا أنا متواضع مع المتواضع ومتواضع مع كل الناس البسيطة لكن الكبر على أهل الكبر صدقة. مين اتكبرتي عليه؟ لا عمري ما تكبرت على حد لكن لو حد من هنا ورايح فكر ان هو يشوف نفسه عليا او فكر ان هو يقلل مني او حاجه حوري له نفسه زي ما بيقولوا يعني. يعني دي رساله تحذير من بشر اي حد يشوف نفسه عليك. بالظبط كده لان انا عمري ما شفت نفسي على حد. والحقيقه فعلا فكره ان انت لما بتقول عن نفسك حاجه احنا في للاسف في الوسط الفني في مصر ما عندكش مدير أعمال بالمعنى الموجود عالمياً أو شركة بتتبنى الناس ولما صناعة النجوم. صناعة النجوم كمان في مصر بياخدوها بشكل فيه إهانة للمنتج. لما بيروح المدير بتاعك يتكلم مع المنتج بيحسوا بقى هم ساعتها بالتعالي مع إن ده أفضل ألف مرة ليك وليا لأنه في الآخر هتبقى. لكن هي الناس مش عايزه تمشي دغري وفي ناس كتير قوي عايزه تلتوي وعايزه تاخر الفلوس على الفنانين وعايزه تعمل فرق تسود علشان ما يبقاش في كتله واحده الناس ما تجتمعش فيبقى الصوت واحد والراي واحد والكلمه واحده. ف يعني عندنا عيوب كتيره قوي في المجال ده. لكن ان الجمهور بيقولي ركزي انا اتمنى كنت اركز. بس لو كان مطروح على الساحه النوع الفني اللي انا فعلا أكون متميزة فيه ومنفردة فيه يعني. طيب بتتقبلي النقد ولا لا؟ يعني صدرك بيبقى رحب؟ ساعات وساعات حسب جاي من مين والغرض من وراه والأجندة اللي وراه. لكن ما عنديش مشكلة وعارفة حتى يعني في حاجات عارفاها كمان. إيه الأجندة اللي ممكن تكون ورا ناقد؟ لصالح نجمة تانية مثلا؟ لا بتهيألي هدمة الحاجات القديمة دي يعني. أمال إيه الأجندة؟ عرفي لي الكلمه اللي انت قلتيها. لو في ناقد بيقول حاجه والله هي وجهه نظره على فكره مش لازم يبقى ملم بكل شيء ومش لازم يكون وراء اجنده بيكون رايه فعلا على فكره. انا بحترم الاراء لكن ساعات في اراء بتطرح بطريقه من اجل فرقعه اعلاميه من اجل شوفوا اللي قال عليها ايه مثلا. اراء تانية مثلا بتقولها علشان يبقى لازم يبقى قال حاجه كمنه ناقد فلازم يبقى قال حاجه. لكن بالنسبه لي على فكره دلوقتي اختلطت. واضح عندي ان انت مش هتستحملي النقد. لا لا هستحمل. انا هوري لك اراء النقاد مش مهم ونشوف هتتقبلي ولا لا. اتفق على فكره معاهم فيها. خلاص تعالي نشوف هم اربع اراء مجمعه وتقولي لي اتفقتي مع ايه واختلفتي مع ايه. ماشي يلا. بدايه بشرى كانت يعني واعده جدا. كان يبدو ان المنتجين متحمسين ليها يعني شايفين فيها مشروع بطله مطلقه. لكن انا شايف انه يعني موهبتها التمثيليه لا ترتقي انها تكون بطله مطلقه. واكد على كده كمان ادوارها بعد كده والمجالات الكتير قوي اللي شتتت نفسها فيها. فطلع المنتج النهائي بالطريقه اللي احنا شايفين عليها بشرى دلوقتي بتغني بتقدم برامج بتساهم في مهرجانات. ما تفهميش هي مش فت في حاجه بعينها يعني. فده شيء المفروض لازم تشتغل عليه كويس. هي بيبدو ان هي طموحه وده حلو جدا لكن لازم تركز اكتر من كده جدا يعني. إذا حبيت أوجه نصيحة لبشرة فهي إنها تركز في التمثيل وتبعد عن الغنى وتبعد عن البرامج وتبعد عن المناصب الإدارية يمكن تقدر تترك بصمة وأثر بين بنات جيلها. عندما يجيد الفنان أكتر من شيء إنه يبقى مقدم وينفع يعمل استعراضي وينفع يغني ويمثل ممكن تبقى فعلا أسلحة قوة إذا تم توظيفها بشكل جيد. حتى الآن بتتحول من سلاح قوة لسلاح ضعف لأنه لا يتم توظيف هذه المواهب اللي عنده بشرة بشكل جيد. هي اللي محتاجة بشرة بالتحديد إن يكون في درجة من التركيز
يعني إذا أرادت الغناء فلتغني، إذا أرادت التمثيل فلتمثل، إذا أرادت أنها تصبح منتجة لها باع في هذا الوسط فلتتحول إلى منتجة فنية. يعني هي بتجيد كل ده بقدر ما، مع عدم التركيز بتبقى الصورة مش واضحة أو مشوشة أو ما بتقدريش تحطي إيدك بالظبط. هذه الفنانة الشاملة إذا صح هذا التعبير ممكن تحطيها في أي تخصص ويكون في نتائج في الآخر لتميز فيما تقدمه. كلهم أجمعوا إن أنتي لازم تركزي، وكلهم أجمعوا إن أنتي موهوبة، بس بيقولوا مشتتة، يعني صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق، أنتي صاحبة أربعة. ويا عالم إيه اللي جاي لسه؟ لا بصي هقولك حاجة، أنا بتفق معهم في أجزاء كتيرة من اللي قالوها. طبعا أقصى نقد هو الأولاني، الأول نقد خالص، يعني فكرة أنك أنت طلعتي سلالم ونزلتي سلالم. شوفي أنا فكرة تركزي دي أنا بقيت أحس أنها كلمة بتتقال عشان مش لاقين حاجة تانية نقولها. يعني إيه ما لقوش في الوردة عيب فقالوا يحمر الخدين. بحترم كل هذه الأراء طبعا جدا، وبتفق زي ما قلتلك في جزء منها، بس في حاجات مش بإيدي أنا، في حاجات ليها علاقة بالمناخ عموما. اللي ما بيفهمش يعني إيه فنان عنده أكتر من ملكة وبيجيد أكتر من حاجة أو أكتر موهبة، بس هم بيتكلموا على التأثير يا بشرة. يمكن التشتيت ده مخلي ان انت تأثيرك عند الجمهور مش بحجم موهبتك، يعني الناس هتفتكر لك أدوار ايه. يعني انت هم بيقولوا ان انت أشهر من أدوارك. طب برافو عليا والله. يعني بجد يعني فعلا لو هو الموضوع كده برافو عليا، وده يرجعنا لإيه؟ ان في نوع من الاضطهاد. ايوه بس انت كممثله لازم تاثري في الناس بادوارك. طب فين يا انا مش معقول عشان اعمل عمل ناجح على فكره. برضو الراي الاولاني اللي اتكلم قال لك اصل عملت ادوار مش كذا وبتاع، انا على فكره اخذت احسن ممثله من بلد مش مصر، يعني ما فيش شبهه مجاملات. ومن العالم كله الفيلم اللي راح المهرجانات في كل حته، واخدت جايزه احسن ممثله. اللي الحقيقه يعني مفروض انه بعد ما الممثل بياخدها بتعرض عليه اعمال بنفس الجوده ونفس الكواليتي. مش معقول عشان اعمل عمل جيد لازم كل مره انا اللي انتجه، او انا السبب او المنتج المنفذ ليه، او انا اللي اجيب العمل من الاول. طب انت اخر دور مؤثر اللي انت بتتكلمي عليه ده كان فيلم 6 7 8. انا في رايي انه فيلم 6 7 8 لا، وفيلم جده حبيبي كنوع كوميديا اجتماعيه. انا شايفه برضو انه يعتبر دور لانه له شعبيه كبيره جدا وسط الاسره المصريه. انت انت حاسه ان انت هتتقدري وتتفهمي بعدين؟ ما في ناس بتتقدر وهي موجوده عشان هم بيركزوا اللي هي التركيزه دي، بس عشان هم الجانرا او التركيبه بتاعه الموهبه بتاعتهم في اتجاه واحد. يعني هو ممثل فقط او مطرب فقط، رغم ان دلوقتي على فكره الناقد بقى يقدم برنامج، واللعيب الكوره بقى يقدم برنامج، والمغني بقى يمثل، والممثل بقى يغني. يعني التقييمات دي كانت تنفع زمان، انما دلوقتي الإعلام اتغير وانفتح، والأدوات بتاعت الإعلام نفسها اختلفت. ما بقتش بس التلفزيون اللي احنا بنتفرج عليه ونلتقي أو نتلقى منه المعلومة، لا دلوقتي بقى help yourself، كل واحد بيروح يدور على المعلومة اللي هو عايزها في الأمر اللي هو عايزه. ففكرة الوصايا عموما، وصاية بقى النقاد أو وصاية الإنتاج أو وصاية أي حد أو وصاية الدولة، كل ده خلاص راح. يعني طب ما احنا نرجع لهاني رمزي، ما هو قالك برضو ركزي. ما هو كله ركزي لأن هم مستخسريني في أني ما عملش حاجة اللي هي تبقى كل حاجة واو واو واو. ما فيش كده. طيب يبقى هم كلهم أجمعوا على ده. طيب ما حدش حد بقى يقدم موهبتك. حاجه حد بقى يقول بقى طيب يقدم. انا هقول لك على حاجه، انا استوقفتني جمله مع رامي رضوان. قلت له التمثيل مهنه بس الغنى هو موهبتي. صح، هواية. صح؟ هوايتي او هوايتك. طيب انت بتمثلي عشان الفلوس؟ لا انا بمثل عشان هو ده المجال اللي جبت فيه جوان اكتر، اللي تقدمت لي فيه فرص اكتر، اللي اخدت فيه جوائز، المجال اللي يعني تم طرحي فيه اللي ساعدك أكتر او اللي ظهرك اكتر، اللي ظهرني اكتر. طب بس انت بتحبي الغنى اكتر؟ انا بحب الغنى، بس مش زعلانه ان هي تفضل هوايه، تفضل ملكه من الملكات في يوم من الايام ان شاء الله ما يكونش بعيد، لما يبقى في عمل غنائي استعراضي متكامل هتبقى ساعتها ساعات بتجيبي فنانه وتبقي نفسك ان هي تعمل فوازير مثلا او حاجه، وتيجي تدوري على حاجه شامله عنصر تلاقيه مش موجود فيها. لكن لما يبقى العنصر ده موجود
هيساعدك في اللي انت هتقدميه، هيبقى اضافه لل. وبعدين في اوروبا وفي العالم كله الفنان مش حاجه واحده، يعني فنان شامل وبيدرسوا الموسيقى من بدري وبيدرسوا الباليه وبيدرسوا الرقص هنا او الفنان بتاثيره، هم شايفين ان انت هتاثري اكتر بتمثيلك، عشان كده بيقولوا لك بطلي غنى ومثلي وركزي. انا موافقاهم على فكره جدا، بس يتفضلوا يقولوا للساده المنتجين والمخرجين وكتاب الافلام ان هم يبقوا يعرضوا عليا حاجه محترمه وافلام من نوع الجاد زي اللي انا بنتجه لما باجي انتج، يبعتوا لي ادوار كده، لاني مش معقول. ما هو برضو التركيز يتطلب مني ان انا مش معقول عشان امثل حاجه كويسه انا راضيه عنها يبقى انا لازم انتجها. يبقى لازم تنتجي. لا وبعدين ده مش بروفيشنال. صح ان انا اشتغل مع جهات انتاجيه مختلفه أكيد. لكن انا عملت ده عشان اقول لهم يا جماعه بصوا ممكن واحده تعمل ده، ممكن تنتج، ممكن واحده يعني شابه صغيره تعمل ده، لكن بقى ما اعرفش المشكله فين. انا يعني ايدي على كتفك وعلى كتف كل اللي اتكلموا بصراحه. طيب انا عايزه اوري لك راي مامتك، هتبقى شهاده قصيره كده في حاجه انت عملتيها في تمثيلك. ايه عارفه يلا. هي بشرى عملت حاجه واحده انا مش موافقه عليها، اللي هو تايتانيك، لدرجه ان احنا كنا قاعدين انا واولادها بنتفرج عليها احنا مش مصدقين ايه ده. لكن طبعا ده تمثيل، يعني ده تشخيص، وهي بتشخص حالة، ودي الحاجة اللي أنا ما كنتش موافقة عليها يعني، إنما كان لازم تعملها. ليه بقى كان لازم أعملها؟ أولا الناس شايفة إن الفيلم ده كنتي أوفر أكتنج وفيلم يوتيوبي زي ما بيقولوا. أي صح؟ هو يعني الغرض منه كده أولاد. أصلا بصي هو مش مقاولات، بس انا موافقاهم مبدئيا. انا موافقه على راي والدتي وعلى راي اي حد من النقاد اللي قالوا في نقد الفيلم او نقدي انا تمثيليا في الفيلم ده. لكن الفيلم ده بالنسبه لي هو اول فيلم فعليا يعني يتم تصويره بالستايل السينمائي وكذا ديجيتال على الانترنت. واللي بعديه ممكن تبقى فيه تجارب كتيره جدا افلام ديجيتال على الانترنت، فهي كانت في رأيي ضربة كانت أول تجربة. ثم بيقولوا إن هو فيلم سيء. ما أنا على فكرة أنا معاهم فيلم سيء، لأن المخرج كان أول مرة يخرج فيلم يعني من الألف للياء بالشكل ده. كان بيعمل إعلانات كان بيعمل إعلانات ديجيتال برضو. ثانيا اللي هم الانفلونسرز بتوع الانترنت زي شادي سرور اللي هو بطل الفيلم ده، يمكن عنده ملايين ملايين من المتابعين في اطار معين. وليه قبلتي ان هو ان انت تشاركيه؟ عشان انا بحب اي تجربه جديده وبحب المغامره وبحب ان عدم الخوف. وانك طب كنتي مقتنعه بيه باللي بيقدمه؟ لا الحقيقه لا، وهو عارف بيتهيألي حاجه زي كده. ما كنتش مقتنعه، وعايزه اقول لك ان هو كمان بالنسبه له انا غريبه، انا جايه من كوكب تاني برضو بالنسبه له، فاحنا فتحنا شقتين على بعض ما بيتفتحوش يعني في الظروف العاديه، لان هو له جمهور ويمكن عنده ملايين من ملايين المتابعين. عشان كده الهجوم كان والهجوم كبير كان جدا، والهجوم كان قاسي جدا، لانه اللغه كمان اللي هو متعود يكلم بيها جمهوره مقبوله على الانترنت وفي اوساط معينه. لكن بما انه يطلع انه يبقى دلوقتي بيمثل مع ممثله محترفه سينمائيا وده كان غريب بقى على الجمهور بتاعنا العادي، الجمهور اللي هو اللي بيتفرج على الافلام. لكن الحقيقه هي تجربه لها ما لها عليها ما عليها. انا بس انا كنت بفكر فيها بشكل انتاجي مش بشكل ممثله، يعني انا عملت التجربه دي بشخصي علشان انتاجيا اكون فتحت باب الافلام الديجيتال، الافلام اللي هتبقى على الانترنت، لان هو ده المستقبل، هو ده اللي جاي بعد كده. وخدت الرصاصه بصدر رحب جدا، وعارفه ان انا خدت رصاصه، ويعني مش نهايه الكون يعني اقدر. طب كنت بتقري الشتايم دي والتعليقات السلبيه؟ الحقيقه انا شفت اهتمام جميل جدا من الناس في تجربه زي دي انتوا بتقولوا عليها وحشه او فاشله او whatever، في حين ان بيبقى في تجارب هامه وجاده جدا مثلا يعني ما بتلاقيش كم الاهتمام الاعلامي والسوشيال ميديا اللي عليها. فالحقيقه هي جابت كمان زي ايه؟ ايه التجارب انت عملتيها واتظلمت؟ مش هقدر اقول لك تجربه معينه، مفيش في بالي دلوقتي حاجه، بس يعني ازاي مش في بالك افلام مثلا معينه؟ ازاي مش يعني في بالك لو انت حاجه عملتيها وشايفه ان هي ما خدتش النجاح اللي انت كنت بتحلمي بيه او ما علمتش مع الناس اكيد هتبقي فاكراها. لا مش على قلبي، مش اسود بقول لك قوي كده، بس شكيت قلب اسود، بس بتبقي عملت فيها مجهود، بتبقي شايفاها بوجهه نظر مختلفه، شايفه ان الفيلم ده هيعلم فعلا مع الجمهور، بس هما
ما حبوهوش او استقبالهم كان فاتر؟ لا ما حصلتش كتير في افلامي التانية، يعني بس حصلت في تايتانيك. يعني حصلت في فيلم زي تايتانيك. لا ده اكتر فيلم انا حسيت انه عليه هجوم كان سلبي جدا، يعني ما فيش استحسان من اي حد ولا العائله. بس انتي ولا اصلا الأصدقاء. بتقولي ما كانش عاجبك. لا انا ما احبش قوي، لكن انا احب النوع ده من الكوميديا. انا مع الكوميديا. انت بتقولي قالوا ان ادائي اوفر او مفتعل او واتفر ايا كانت الكلمه، يعني هي طبيعه الفيلم كده، اللي هو الافلام اللي هي الفرس، هو فيلم فرس، يعني هو كان المفروض هو مقصود بيه تريقه على الفيلم الاصلي وافوره، فنوعيه الافلام دي بتبقى عامله كده. كل الناس شايفه نفس الكوميديانه. مش انا اللي شايفه نفسي، هي الناس اللي شافتني كده من يوم ما ابتديت، وناس كتير قوي بتقعد تقول لي انت لازم تعملي كوميدي اكتر وليه ما بتعمليش كوميدي وكده. فالحقيقه يعني الواحد بيتوه برضو ما بين الاراء وما بين التقييمات اللي موجوده من الناس اللي حواليه، سواء متخصصين او اصدقاء او معارف. وانا بشوف ان انا بختار دايما للاخرين احسن مما بختار لنفسي. انت لسه قايله دلوقتي الواحد بيتوه. انت مشكلتك ان انت تايهه، ويمكن ده النقاد اللي هم يقصدوا ان انت تايهه ما بين ده وما بين ده وما بين ده، عشان كده بيطلبوا منك التركيز. تايهه عشان ما هو ليه الانسان ممكن يتوه؟ ممكن يتوه عشان هو مش عارف، لكن انا عارفه كويس قوي. فزي بالظبط ما تجيبي واحد محترف يلعب مع الناشئين. هي دي مشكلتي. انا مشكلتي انه ما حدش عايز يؤمن ويصدق ان انا من المحترفين. يعني انت مشكلتك ان انت اعلى من الناس؟ مش ده بقول ان انا اعلى من الناس، لكن بقول ان هم مصرين يصنفوني تصنيفات لا تليق ولا ترتقي بمشواري حتى اللي انا عملته، بالناس اللي اشتغلت معاهم، بالاسامي الكبيره اللي اسمي اترهن باساميهم في بداياتي، نجوم ومخرجين، وسواء في التلفزيون او في السينما او في المسرح حتى. يعني والحقيقه ما حسيتش بالتقييم حقيقي ليا الا في المسرح. يعني لما جت الناس شافتني في مسرحيه براكسا، اللي هي المسرحيه الغنائيه دي الاستعراضيه لنادر صلاح الدين، كتابه واخراج، ما حسيتش بان فعلا فهموا انا عايزه اقول ايه الا من خلال عمل زي ده. فهي مشكلتي انه دايما انا حاسه ان هم محتارين فيا، هم يعني انا هم محتارين فيا، فبالتالي متوهيني معاهم. هم مش عارفين يصنفوني، مش عارفين يحطوني في حته، وانا مش عايزه اتصنف. مين منتج عرض عليكي عمل وحسيتي ان العمل ده تقليل من قيمتك؟ لا كتير بتعرض عليا اعمال حاسه ان هي ممكن تفيد حد في بدايه طريقه احسن، تكون افيد له، تحقق له اللي هو محتاجه. لكن النهارده عشان حد يعني، وانا كمان خلاص قررت ان لن اتنازل. انا في حاجات كتير قوي كنت بعملها بدافع المجاملات، بدافع ال زي ايه جميلتي في إيه؟ لا في اعمال عملتها زي ايه يعني، بس الغريب ان الاعمال دي بتنجح برضه. يعني الحكايه فيها منا مثلا، من الاعمال اللي عملتها مع شركه انتاج وقتها كانت ضعيفه وانتاج ضعيف جدا، ومخرجه اول مره يمكن ما كانتش ترتقي لسقف طموحي او حتى المخرجين الاخرين. وايه تاني؟ لا وحاجات تانيه، في حاجات كتير اديت فيها فرص لناس مخرج اول مره. يعني بحس ان انا بدي فرص لناس اكتر، بس انا في الاخر اللي بتاذي. يعني في الاخر انا بيظلم الفيلم دعائيا، بيظلم الفيلم بانه انتاجيا ما بيتصرفش عليه كويس. فبالتالي زي فيلمي الاخير مثلا ليل دخلي، الفيلم ده كان ممكن جدا يعني يطلع من مرتبه لمرتبه تانية خالص لو كان في انتاج وراه وتوزيع قوي وراه. يبقى انت اختياراتك بقى غلط. لا يا فندم، هي الموضوع مش اختياراتي. هو لو انا ما انتجتش حاجه عدله، مش حدش هيعرض عليا حاجه كويسه. لانه في الاخر متشاله بقى ل God knows who، يعني متشاله لشلل زي ما انت قلتي في الاول، متشاله لمعارف، متشاله لحد دمه خفيف على قلبهم، جايز انا دمي تقيل على قلب فلان او علان، فبالتالي لا الدور محجوز لحد تاني. اصل فكره شباك التذاكر، قولي لي انت مين ممثله في مصر نجمة شباك تذاكر؟ قولي لي انت شايفه مين؟ ما اعرفش، ما فيش على بالي حد دلوقتي. يعني اللي هي اللي تجيب غير ياسمين عبد العزيز يمكن، اللي هي افلامها في نوعيه معينه، الكوميديا اللي هي بتعملها دي بتخليها هي نجمة شباك. لكن هل جربنا تجربة تانية وحاولنا مثلا نعمل فيلم تاني بسكة تانية والجمهور مثلا هنعرف اذا كان هيقبل ولا هيعزف عن انه يقبل؟ انا ليه حاسة من كلامك ان انت حاسة ان انت غريبة، غريبة عن الوسط؟ بصي انا عموما حاسة اني غريبة عن الكون عموما، عن الكوكب، عن الكوكب، عن الكوكب عموما. انا بحس ان انا فعلا رفضك يا زماني يا مكاني، انا عايزة اعيش في كوكب تاني. لكن
ما اقدرش برضو افضل ارمي التهمات. انا ست برضو سويه يعني، مش اللي هو هم وحشين وهم اللي بيضطهدوني لا، مش بس كده، هي المنظومه كلها فيها خلل. لازم نعدل الميله الاول وبعد كده نبتدي نقول اصلك ركزي يا بشرى، واصلك تايهه، واصلك انت بتكلمني من غير معايير. هي فين اصلا المعايير اللي موجوده اللي على اساسها انت بتحدد اصل بشرى احسن ولا فلانه احسن؟ لا، اصل فلان شباك تذاكر ولا هو اصلا فين شباك التذاكر علشان نحدد؟ لا بس انت كمان لفت نظري ان انت عيطتي لما لقيتي كلمه انصاف من هاني رمزي. أيوة. كانك مش لاقيه الانصاف ده. لا انا حاسه مش هقول لك في ناس تظلمني، في ناس ادتني يعني مدت لي ايديها كتير جدا. لكن بحس دايما ان في حديث ضمني جوه حد انه ايه يعني، لا يعني شيز اوكي بالانجليزي شيز اورايت يعني مش كويسه، لكن لا ما فيش اللي استحق. طب لو قلت لك انت ممكن تطلعي فاصل دلوقتي بالبريتش انجلش بتاعك هتطلعي ازاي؟ اطلعي. اوكي ويل جو فور ا بريك اند ويل بي باك سون، ستاي فور اس. رجعنا مرة تانية بعد الفاصل. دلوقتي فقرة أنا والآخرون. بتتعاملي إزاي مع الحاقدين؟ يقولوا ما يقولوها عني، وطبعا غيرانين مني، ولا بتهزئك مني، أنا الأصدق أنا الأصدق. أنتي طول الوقت شايفة أن أنتي الصح؟ لا، شايفة أني صادقة سواء في الصح أو في الغلط. أنا شخص صادق يعني بغض النظر غلط ماشي غلط عادي، كلنا بنغلط، احنا بشر محدش معصوم. حاجات كتيرة جدا هقولك أنا ببقى الصح لو أنا بلتزم بمواعيدي، لو أنا ما بأذيش حد، لو أنا لساني مش صليت مع الناس، لو بحترم الآخرين، لو بتواضع مع الناس، لو شخص بيقدم فرص للغير، شخص بيحب العمل الجماعي، يبقى أنا أكيد شخص انتهج منهج انه يكون الاقرب الى الصح. مفيش حد مع الصح تماما، وده اللي بيضايقني في ناس كتيره قوي يعني اكتر، ان هم بالذات بقى في الاراء السياسيه وكذا، هو اما انت يمين او شمال. طب افرض يا سيدي انا لا عاجبني راي اليمين ولا الشمال، شايفه صح هنا وشايفه صح هنا، ليه لازم ابقى يا اما معاهم يا اما ضدهم؟ فعشان كده انا حتى حزب الكنبه من اول يوم، ومعتزه بهذا الحزب جدا حتى هذه اللحظه يعني. فمفيش حد صح طول الوقت، وانا مش صح طول الوقت، ومفيش حد غلط طول الوقت، وانا برضو مش غلط طول الوقت. بس بحس دايما ان انا اجتهدت من وانا طفله، واظن ده كلام حتى والدتي في قد ايه ابويا كان شديد معايا في النقطه دي، انك دايما تحاول تكون الاقرب الى الصح. طيب بشرى بقى مهرجان الجونه، نتكلم بقى على مهرجان الجونه. نتكلم اشمعنى انت تم اختيارك، واختيارك ده ضايق ناس كتير جدا. لا انا ما تمش اختياري. امال ايه؟ فهمينا بقى علشان كل المغالطات اللي عند الناس انت تردي عليها. انا اسفه، ده اجتهادي ومجهودي. ايه اللي حصل بقى؟ لا اولا دي رؤيتي، وده اجتهادي وده مجهودي، وانا اللي لميت الشامي على المغربي من بلدان العالم، والسبب في تجميع هذه الكوكبه يعني والمجموعه دي. يعني انت صاحبه فكره المهرجان من الاصل. المهرجان مش فكره، لكن يعني اقامه المهرجان انت صاحبه. أنا فعلياً اللي أقمت هذا الشيء يعني، اللي جمعت هذه التجميعة علشان نقيم مهرجان. وفعلاً من الشرق ومن الغرب ومن كل حتة يعني. وأقنعتي القائمين على المهرجان إن هم يعملوه إزاي؟ يعني احكي لنا من الأول، يعني عائلة ساويرس أقنعتيهم إزاي؟ بالحجة وبالدليل. إحنا طبعاً عائلة ساويرس معروف من قبل حتى ما أنا أظهر طبعاً في أكيد. الصورة ليهم أكيد. يعني رغم أن أنا يعني المصريين كلهم عارفين هم إيه طبعاً. بيقدموا حاجات كتيرة جداً للبلد وللشباب وللثقافة، وبالذات مهندس نجيب ساويرس مهتم جداً بالفن قوي، ويمكن معروف حبه لأحمد فؤاد نجم وصداقاته من عالم الفن فنانين يعني عموما. فالحقيقه اللي بيجمعني بالمهندس نجيب دايما حب البلد والفن، و يعني تقديره للثقافه وتقديره للشكل المواطن المصري المفروض يكون عامل ازاي، وتشجيعه للشباب، وانا واحده من هؤلاء الشباب، والمجموعه طبعا مجموعه مهرجان الجونه.
فاحنا طبعا نظرا ان احنا جيران في الجونه يعني انا عندي مكان في الجونه وايضا هو العائله طبعا هم يملك اصحاب الجونة. المكان يملك طبعاً. الجونه فبنتقابل في الجونه زي اي حد من الناس وهم ناس اجتماعيين جدا وخدومين جدا. تحمسوا ازاي للموضوع؟ تحمسوا لما لقوا ان انا بتكلم صح وبتكلم جايب عناصر نجاح يعني لما اتكلمت مع عمرو منسي وهو له نجاحات في الجونة في الصعيد الرياضي والتنظيمي لما لقوني جايبة أفراد آخرين لهم باع زي أستاذ انتشال التميمي وأمير رمسيس لهم باع في السينما وفي الحقل السينمائي ولهم خبرة ولهم تجارب سابقة في هذا المجال لما لقوني شريكي الآخر كمال زادة برضو شخص إداري كان يعمل في دبي طلبت منه أن يجي علشان يشتغل لأنه شفت منه إنسان منضبط جدا تعليم ألماني والتعليم الألماني ما فيهوش هزار وده برضو أحد أسباب اتفقنا أنا والمهندس نجيب أن احنا المدرسة الأوروبية في الانضباط والالتزام بالمواعيد والكلمة الإنجليزي والألماني يعني الأوروبي ده يعني بيكون بيساعد جدا طبعا يعني قعدنا واتكلمنا فلما ترشح عمرو منسي ان هو يكون هو المنظم لهذا المهرجان طبعا هو له اوريدي رصيد كبير جدا عند المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب وطبعا الوالد اللي انا بشوفه هو البركه الكبيره للمهندس انسي ان هم يشوفوا ان في كلام حقيقي وجاد جدا وجهد ومثابرة وحاجات كتيرة بتحصل بشكل ما فيهوش هزار يعني فعشان كده تشجعوا يعني الموضوع انا مش جاية بلعب جاية عايزة اقول عايزين ننصب هنا خيمة ونقول انها حفلة او مهرجان. طيب ليه الصحفيين شافوا ان كان بيتم التعامل معهم بعجرفة؟ لا مش كل الصحفيين لا 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 هو في موقف حصل انه طبعا يعني انا مش معنيه بالجزء ده لان انا كنت مسؤوله اكتر عن الضيوف الاجانب والناس اللي هي لكن هو حصل انه بصي في كل مهرجانات العالم بيبقى في عروض للصحفيين وبتكون حتى الصبح الساعه 8 الصبح والناس انا نفسي بصحى الساعه 8 الصبح او 7 ساعات عشان اقف في طابور الفرجه على الافلام بتاعه العرض الصحفي يعني فالمهم في ساعه للأماكن لا تستوعب كل الناس والأولوية أنت مهرجان في النهاية سياحي ثقافي الهدف منه يعني تغيير الصورة السلبية عن مصر في الفترة الأخيرة وبالتالي الضيوف الأجانب مهمة جدا ومعزومين وناس اللي جاية بالأفلام بتاعتها وناس اللي جاية علشان منصة الجونة السينمائية عشان كده ما تمش دعوة كل الصحفيين ما ينفعش كان في جزء يعني الكبار مثلا سنا أو كذا كان هم تقصدي المهمين لا ما فيش تصنيف في الأهمية على فكرة أمال بعتوا على أي أساس يعني همشتوا ناس وعزمتوا ناس لا كله كان معزوم لكن كان في قاعتين يعني في قاعة اللي فيها الاحتفال وفي قاعة زيها مقفولة بيعرض فيها الاحتفال لايف برضو علشان تاخد عدد أكبر بالعكس وده ما حصلش عندنا احنا بس على فكرة ده حصل في مهرجانات تانية قبل كده حصل في دبي وحصل في مهرجانات أخرى يعني ما احناش بدعناها يعني لكن أنا بشوف الخطأ وده اللي يجب الاعتراف بيه انه ما تمش اختار الصحفيين مسبقا عن ان هو ده اللي هيكون الموقف لكن شيء طبيعي دورة اولى بيكون فيها اخفاقات ده هي احنا نشكر ربنا انها طلعت بالشكل اللي طلعت عليه ده الحمد لله نجاح كبير دولي ومحلي فهي بعض التفاصيل لكن ده اللي اثار حفيظة يعني وضيق الصحفيين في هذا اليوم تحديدا لكن بعد كده طبعا الناس اللي عايزة تنجح حاجة مهمة لبلدها والناس اللي عندها حكمة وعندها تروي وفعلا فاهمة أهمية الحدث ده لمصر في التوقيت ده بالذات تفهموا وبالعكس بقوا يكلموا زمايلهم الصحفيين ويحاولوا يشرحوا لهم الموقف يعني. طيب نقف بقى عند أحمد الفيشاوي واللي حصل سامحتيه ولا لا؟ لا ما سامحتيهوش. بصي أنا في برامج أخرى لما بيكون معايا مجموعة العمل ما بقدرش أقول الرأي ده لكن هنا بما اني انا لوحدي والبرنامج ده معايا انا فبالتالي انا هقول رايي لا انا ما سامحتوش هو جه الحقيقه تاني يوم حاول يعتذر لي على السجاده الحمراء وكان واقف استاذ محمود حميده وسلم عليا وسلمت عليه لان السلام لله في كل الاحوال لكن انا قلت له كلمه واحده قلت له كلمه بتقولها الام لابنها المشاغب المتمرد مش 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 مسؤول قلت له I love you but I don't like you الكلمة دي معناها أنا بحبك هفضل أحبه دي عشرة وعشرة سنين ونعرف بعض وابتدينا مع بعض من زمان فأنا هفضل أحبه لأن ما فيش عداوة وما فيش كره لكن أنا
I don't like him، يعني أنا لا تعجبني تصرفاته وأرفض. والحقيقة يعني أنا كنت بتمنى في اللحظة دي أنه يكون ابني علشان أم يعني مسلمة على خده يمين وشمال. طيب في ناس كتير بقى انزعجوا من تقديمة أحمد فهمي، هل ما كانش فيه بروفا مسبقة؟ لا كان فيه، كان فيه؟ كان فيه، والحقيقة أحمد فهمي كان أحسن في البروفا وأنا قلتها له. أنا شفت أن صديقي وزميلي بعتز بيه جدا وفعلا بحبه كان كويس قوي في البروفا، ممكن رهبة الـ 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 يعني الموقف، العالم كله بيتفرج أو الناس، وجود الشخصيات المهمة، الشخصيات، وبرضه هو الكلام اللي هو بيقوله هو كلام مش سهل يعني. هو في أسامي زملاء وفي كلام، يمكن عشان كده برضه ده اللي زعل بعض الناس. بس في ناس انتقدت الجوكس اللي حصلت منه إن هو كان يعني ضحك بشكل مبالغ فيه، السكريبت كان أوفر، الفنان الكبير حسين فهمي حتى انتقد قد الموضوع. لا الكلام ده خلي الفنان حسين فهمي على جنب، ده نتكلم فيه حاجة تانية لوحدها بعيدا عن أحمد أو المحتوى اللي قدمه أحمد. بصوا بقى، ما هو سؤال لازم نحسمه مع بعض. إما إن إحنا مع التطور ومع الستاند أب كوميدي ومع المحتوى اللي بتقدمه الستاند أب كوميدي اللي بيحصل في كل حتة في العالم، حتى لو في شيء من الإهانة للضيوف. لا ما هو دي بقى ما بتعتبرش إهانة، ده اتفاق ضمني بإن إحنا جايين ننكت وجايين نهزر. والحقيقة يعني هو ما قالش حاجة احنا مش كلنا عارفينها، يعني الحاجات اللي بتتقال احنا كلنا بنهزر بينا وبين بعض وبنقول الكلام ده، وهو معروف انه كوميديان وانه بيهزر، وعمل قبل كده في ورقة شفرة واحمد الفيشاوي كان معهم في الفيلم وتريقوا على يعني مواقف كوميدية وقلدوا شخصيات وكذا. فاما احنا مع التطور ومع الستاند اب كوميدي وفاهمين يعني ايه كوميديا، او ان احنا تقليديين وهنفضل بقى ايه مع المدرسه الكلاسيكيه المعتاده. ده تساؤل، انا مش انا بقول لك انا مع ولا ضد. ده تساؤل لازم نحسمه الاول قبل ما نقيم وقبل ما نقول اصل احمد تجاوز او لا كان دمه خفيف. وهو كان بين مؤيدا ومعارض، يعني في ناس شافت ان دي حاجه حلوه، واتصور الاجيال الصغيره والشباب وبالنسبه لهم ده بيكون هم قوه شرائيه وهم عنصر فعال، وفي نفس الوقت الكبار ممكن عشان التحفظ والاخلاقيات الكلاسيكيه اللي احنا تربينا عليها والقديم ان المفروض ان ده ما ينفعش. لكن في الاوسكارز والكلام ده كله والمهرجانات بيعملوا حاجات زي كده. طيب من احمد فهمي الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان الكبير حسين فهمي قال ان المهرجانات ما بتنجحش من الافتتاح والختام. الحقيقة الكلام ده أنا قلته في المؤتمر الصحفي، ما هوش جديد عليا يعني. قلته قبل ما يبتدي المهرجان خالص، وقلت من أحد أسبابه وأهداف هذا المهرجان إن بيتلخص المهرجان السينمائي في مصر في حفلة افتتاح وختام. لا حد بيروح ندوات ولا حد بيحضر الجلسات ولا حد بيروح يشوف أفلام، بس بنروح نتمشى على السجادة الحمراء ونقول كلمتين للصحافة عشان نظهر ونبان ونفرج فساتيننا للناس وبعدين بنمشي. لكن هل في تواجد في الندوات؟ هل في تواجد في الفعاليات الحقيقية للمهرجان؟ لا. أنا مستغربة بقى جدا الحقيقة هجوم الفنان حسين فهمي علينا، واحنا مجموعة شباب المفروض ان هم انجزوا انجاز كبير جدا والمفروض ان هم يتشجعوا والمفروض الناس تسقف لهم وتقول لهم برافو. تفاجأت جدا، والتفاجأت اكتر لانه استاذ حسين فهمي كان من المدعوين للمهرجان، وده اللي انا كنت هقوله لك ليه ما كانش موجود. مدعو كان قايل انه هيجي، وبعدين قبل المهرجان بثلاث ايام بطل يرد على التليفون عشان ناكد معاه التنسيق مع مواعيد الطيران والعربيات وكده، وما بقاش ما جاش. وتقابلنا بعد كده انا وهو في مهرجان القاهره وهو كان رئيس لجنه التحكيم طبعا. ويعني سلمت عليه الحقيقه، بس يعني انا لسه مازال جوايا هذا التساؤل، ليه الهجوم ما ده؟ ما اتكلمتيش معاه؟ ما سالتيهوش؟ لا خالص، بالعكس احنا يعني احنا قعدنا مع أستاذ حتى حسين فهمي كمجموعة عمل شباب كده أنا وعشان نسأله رأيه وعايزين ناخد نصيحة منه، وإحنا ناس بنبتدي مهرجان جديد فإحنا بنحترم السابقين يعني بنحترم الناس اللي سبقتنا في الخبرة والتجربة. فأنا استغربت الحقيقة جدا هجومه الشديد جدا يعني علينا، وما فهمتش ليه خالص يعني. طيب على سيرة بقى مهرجان القاهرة السينمائي، اتصورت يا ستي على الريد كاربت مع شريف طلياني، وده ممثل أفلام بورنو والناس كلها هجموكي، تعليقك إيه؟ بصي هو كله إنه هو ممثل أفلام بورنو
فهو مش ماشي ماسك يافطه بيقول افلام بورنو بلس. بس هو معروف في الحته معروف دي. لمين حضرتك؟ انا اعرفه منين؟ انا هتفرج على افلام بورنو؟ الصحافه كلها كتبت ده. لا صحافه كتبت بعد، انما هو بالنسبه لي زي اي حد من الشعب. ما كنتيش تعرفي هو مين؟ طبعا ما اعرفش. وعلى فكره طب جه المهرجان ازاي؟ مين اللي دعاه؟ ثانيه واحده، هو ما جاش المهرجان، احنا كنا بنتفرج على عرض لفيلم ناصر، فيلم تسجيلي المخرجة أمريكية، والمخرجة دي بالصدفة هي أول من قدمني في فيلم تسجيلي عن قصة حياتي، ثم فيلم عن حياة العظيمة أم كلثوم. فأنا رحت بعمل واجب لهذه السيدة اللي قدمتني بشكل أو بآخر، أو أول واحدة تحطني قدام كاميرا. فرحت أحضر العرض ده، وأنا خارجة ناس واقفة بتتصور والمعجبين جايين بيتصوروا مع الفنانين وكده، فده واحد من ضمن المعجبين. يعني هو اتصور معاكي على انه معجب؟ اه طبعا. فانت اتصورتي معاه؟ اه طبعا. امال هتصور معاه على اساس ان هو ايه؟ وعلى فكره هقول لك حاجه، ما قدمتيش نفسه؟ لا 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 طبعا. لا ما قدمش نفسه، كل اللي قاله انا عايش في انجلترا، هو ده اللي انا اعرفه. لكن بالنسبه لي انا هو زيه زي اي حد. وعايزه اقول لك حاجه، حتى لو كنت عرفت ان هو ممثل افلام كوره كنت هتتصوري معاه؟ كنت هتصور معاه، لان انا متصوره معاه في اطار مهرجان سينمائي في قاعه سينما، قصاد قاعه سينما قدام الناس كلها، ومحتشمين في ملابسنا احنا الاثنين، وما فيش اي عيب ان انا اتصور معاه، لانه يعني هو انسان في النهايه، اختياره انا ما اقبلوش، انا ما احبوش، ده موضوع، لكن احنا ملك الناس كلها، اهلاوي زملكاوي مسلم مسيحي امريكاني مصري، هو ممثل. على سيرة الخلافات، هل تم الصلح بينك وبين الفنان عمرو واكد؟ الموضوع ده قديم قوي، من أيام فيلم المشتبه، عشان كده احنا بنتابع. هل تم الصلح ولا انتوا لسه مختلفين؟ مش مطلوب صلح، لأن ما كانش فيه عداوة، كان في خلاف وجهات نظر، كان في تجاوزات منه تجاه الشركة المنتجة في الوقت ده. لكن لا، عمرو كان متواجد في مهرجان الجونة، والحقيقة جه وهناني شخصيا وقال لي برافو وعملتي عمل كويس جدا ومجموعة، لأن محدش بيشتغل لوحده الحقيقة. يعني نسيتوا الخلافات القديمة؟ يعني رغم التجاوزات زي ما بيقول. انا بسامح بس ما بنساش. ما بتنسيش؟ انت كل شويه بتقولي لي انا قلبي مش اسود. لا بسامح. يعني بتسامح لكن ما بنساش، لانه طالما حصل وتسجل خلاص يبقى حصل وتسجل، لكن ما يوقفناش بقى عنده. يعني لازم الحياه life goes on with the show must go on. بشرى، هل تحبي ان تضيفي حاجه في محضر الجلسه ولا نختم على كده؟ اقول قولي هذا، واشكركم واشكر كل الناس اللي بتتفرج علينا، واتمنى ان يكون ضيفه خفيفه، والناس تاخد كلامي تشوف عيني، يعني تشوف تاخد عيني تشوف بيها، يعني تاخد كلامي كما اقصده مش كما يريدون ان اكون انا اقصده. يعني بعد الحلقه حاسه ان هم ممكن يقولوا بشرى كانت مغروره، كانت متعاليه، شايفه نفسها فوق الناس شويه. ايه اللي ممكن متوقعه بعد الحلقه ان هم يقولوه على بشرى؟ لا، السوي والعاقل هيقول بشرى معتزه بنفسها، وانا شديده الاعتزاز بنفسي وبانوثتي وبأداء الرجولي كمواقف، وفي نفس الوقت اللي هيزعل من حاجه قلتها يبقى حقيقيه وزعلته، لكن انا ما اقصدش اني يعني ازعل حد خالص، لكن يعني بالنسبه لي انا عندي ثقه في نفسي ومعتزه بنفسي، وهفضل سعيده ان انا عندي ثقه في نفسي ومعتزه بنفسي. هتاخدي في الاعتبار التركيز؟ والله بصي، انا احب اللي يقول حاجه يقدم قدامها حاجه، فاللي بيقول لي ركزي ده يديني حاجه اللي اركز فيها. بشرى نورتيني. بشكرك جدا. ميرسي على وجودك معايا النهارده. ميرسي. شكرا. استنوني في انا وانا جديده، اشوفكم على خير، وتصبحوا على خير.